لو حاولوا ان هم يتقدموا بهدف ونجحوا في كده هيغيروا وينزلوا محمد رحيم كقلب دفاع تالت ويقلبوها 5 4 1. ده في حاله الوداد ده في حاله كسبان. طب في حاله ان هو حب خسران وحب يرجع، اعتقد ان تسومو اللي هو المهاجم البديل اللي من جمهوريه الكونغو برضه ممكن يخش جنب مابينزا زي ما عمل في المباراه الاخيره في الدوري ولقيناها باتنين راس حربه. تسومو ومابينزا الاثنين بروفايل واحد، الاثنين شبه بعض بالظبط، اللي هو المهاجم المحطه الهجام اللي بيعتمد على ضربات الراس، نفس نوعيه المهاجم بالظبط. مابينزا هو نفس نوعيه تسومو. عندهم برضه لعيب اسمه بين عاشيو، بين عاشيو ده برضه لعيب وينج كان بيلعب في المباراه الاخيره، لعيب كويس، جناح، لعيب صغير في السن، ممكن يفرق معاهم برضه مع وجود بديع اوك مع زهير المترجي على الطرفين، ممكن يكون بين عاشيو يخش كجناح، ده برضه واحد من اللعيبه اللي ممكن تفرق معاهم على الدكه. الاطراف مهمه جدا في لقاء الاهلي والوداد يا تشيش، مليون في الميه طبعا. محمد هاني او كريم فؤاد، علي معلول، محمود وحيد، الاطراف دايما بيكون ليها دور مهم. مهم جدا جدا، وبالذات في الناحيه طبعا الهجوميه، بس يبقى في توازن، لان في الماتشات دي لا يعني بتستحملش يبقى في زياده عدديه وكسره واندفاع هجومي، ويبقى في لان برضو من اساليب اللي هي الاساسيه بتاعه الوداد اللي كلنا عارفينها هو التامين واللعب على المرتدات، وفيها عناصر بتعرف تعمل الباصه السريعه، وفي ناس عندهم سرعات، فلازم يبقى في يعني تنسيق ما بين الجبهه اليمين والناحيه الشمال في موضوع الهجوم، ان لازم برضو حد يتقدم وحد مستني يكمل مع الديفندرات في نص الملعب تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. الموضوع المهم والاخير اللي عايز اقوله ان لازم اللعيبه بالجهاز، واعتقد ان الجهاز يعني هيكلم اللعيبه فيها، ان كل السيناريوهات موجوده. يعني في بعض الفرق وفرق كبيره حتى في اوروبا ما بتبقاش حاسه انها توصل ل وقت دي لحظات حالا من ملعب التدريب ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الاستاذ عمرو فاروق، الكابتن حسام غالي، دكتور محمد شوي، وصول يعني مجلس الاداره ولاعبي النادي الاهلي الى ملعب التدريب. اتفضل. زي ما بقول يا اسامه، في فرق وفي فرق عالميه كمان ما بتبقاش متوقعه انها توصل لضربات الجزاء وبتتفاجئ انها. استاذ طارق قنديل طبعا والاستاذ محمد الجرحي. اتفضل. فالفرق الكبيره دي بتتفاجئ انها وصلت لضربات جزاء، بنشوف ان يعني معظم اللعيبه ما بتبقاش مستعده، بتحس ان يعني معظم اللعيبه الخمسه منهم ثلاثه اربعه ممكن يضيعوا يعني. فانا عايز اقول ان لازم يبدأ يعمل تحسب وسيناريو لاي حاجه، لان المباراه دي ممكن تخلص في الملعب، ممكن في الوقت الاصلي، ممكن تخلص في الوقت الاضافي، ممكن تخلص ضربات جزاء. فلازم يبقى السيناريو موجود كله واللعيبه عندها استعداد للثلاث سيناريوهات دي. اهم عنصر في لقاء الاهلي والوداد، اهم عنصر في لقاء الاهلي والوداد. طيب قبل ما اكمل، يعني ده كابتن وليد سليمان، واحد من كباتن الفريق، وهو بيساعد العمال يعني الادوات والميه والكلام ده، دي روح طيبه طبعًا. يعني بدي مثل كمان للعيبه اللي طالعه صاعده من قطاع الناشئين واللعيبه كلها، كابتن الفريق بيساعد، وهي دي الروح اللي دايما احنا معتادين عليها في لعيب النادي الاهلي. انا شايف ان شاء الله اهم عنصر واهم عامل واهم لاعب